أسبرين. إعداد وتقديم هادي أحمد. موسيقى خالد قطرميز. إنتاج راديو أورينت 2016. مرحبا مستمعينا في هذه الحلقة الاستثنائية طبعا من برنامج أسبرين. راح نناقش مقالات عدة لكن في وقت واحد، عدة مقالات كانت ضمن معركة صحفية ما بين الدكتور برهان غليون والكاتب حكم البابا وأيضا الدكتور كمال لبوان. في هذا الأسبوع طبعا طرحت عدة مقالات ضمن معركة صحفية بين المعارض ورئيس المجلس الوطني الأسبق برهان غليون والكاتب حكم البابا والمعارض المشق عن المعارضة دكتور كمال أبواني. معركة صحفية تحمل في طياتها ديمقراطية الرد. حكم البابا أو قال طبعا قال إن برهان غليون من الممولين غربيا وأن المعارضة متعددة الولاءات. برهان غليون يقول بأن هناك مرتشين ومرتزقة أيضا في كل القوى المعارضة وغير المعارضة، طبعا هذا في معرض الرد، ولكن يجب عدم إفساح المجال أمام النظام لكي يتلقف هذه الفرص. هناك أيضا تضحيات الشرفاء ويجب التركيز عليها. طبعا ليأتي الرد لاحقا عندما قال أو الرد على الرد عندما قال دكتور كمال لبواني أن برهان غليون في سياسته إما أن تقبلوا بشخوصنا الذين عرفتموهم طوال 5 سنوات وإلا سيكون الأمر بين النظام وداعش ولن يكون لكم أي فرصة في تغيير الحرامي والفاشل وسارق الحليب والمعتدي أيضا. رح يكون معي بالحلقة هاي الاستثنائية الكاتب القاص محمد جميل الخضر. أهلا وسهلا فيك. أهلين فيك وأهلين بمستمعي راديو أورينت. تحية لهم جميعا الأستاذة مهندسة الصوت. استعرضنا بهي المقالات اللي شفنا فيها نوع من الديمقراطية أو ديمقراطية الرد. برهان غليون، إذا بدنا نبلش معه، برهان غليون طبعا بيرد على مقال حكم البابا بمقال بعنوان أو يرد على اتهامات حكم البابا ويقول له يكفي المعارضة تنكيلا بالذات. هو في اللي اسمح لي أستاذ هادي، في البداية كتب حكم البابا مقال تحت عنوان هل أصبحت العمالة اختلاف رأي والخيانة وجهة نظر؟ هذا المقال نشر بثلاث الشهر الحالي، ثلاث أيام ضمن هذا الأسبوع. نعم، يعني قبل أسبوع بالضبط. اليوم إحنا بعشر الشهر، بتسعة الشهر مبارح صار في رد من برهان غليون، ثم رد على الرد من حكم البابا، ثم مداخلة من الدكتور كمال لبواني. هيك الناحية التراتبية التسلسلية اللي ما جرى. المقال اللي كتبه بداية حكم البابا بيسترد فيه لبعض المعلومات ولبعض الحوارات اللي دارت بينه وبين دكتور برهان بشكل مباشر وشفوي مش مراسلات، وبالتالي يعني هذا اللي يمكن بعدين زعل حكم البابا انه الدكتور برهان بنفي ما دار بينهم من حوارات شفوية لا شاهد عليها. خلينا نشوف بمقال دكتور برهان غليون شو قال. بيقول دكتور برهان في محاولته لتمييز نفسه عن بقية المعارضين واظهار انه الرجل الشريف الوحيد في المعارضة السورية باستثناء من قتل أو استشهد أو اختفى، كتب حكم البابا مقالا في موقع هافينغتون بوست عربي تبنته مواقع وأجهزة الإعلام الأسدية، كاد أن يتهم فيه جميع المعارضين بالعمالة للمخابرات المركزية، ونقل على لساني كلاما معيبا لم أقله أصلا لتفسير رفض المشاركة في عام 2012 في مؤتمر أنطاليا الذي كان أول مؤتمرات المعارضين السوريين لتنظيم صفوفهم في إطار دعم ثورة الكرامة والحرية، وهو مشاركة المعارضين العاملين في النشاطات السياسية والمدنية لتلقيهم مساعدات خارجية. والواقع لقد أكدت على صفحتي وكتبت أكثر من مرة أني رفضت المشاركة في كل المؤتمرات الأولى للمعارضة لأنها لم تكن جامعة ولا ممثلة لأغلب التيارات السياسية والفكرية، وليس بسبب أشخاص مهما كانت انتماءاتهم أو علاقتهم،
وفيما يتعلق بمؤتمر أنطاليا تمنيت أن يكون التمويل مشتركا بين أكثر من رجل أعمال سوري حتى لا تحسب المعارضة على فرد أو تكون تابع له. يعني أنا برأيي أنه تحسب على 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 مواطن سوري أي معارضة أو أي مؤتمر أفضل من يحسب على مخابرات أجنبية. هذا هذا بمعرض مقاله حكم البابا. يعني حكم البابا إذا بنروح على القسم الثاني من مقال حكم البابا كيف رد على برهان غليون، بيقول أو كان رد الرد مثل ما قلت. لا هو حتى قبل رد، اسمح لي، هو كمان لبواني بوضح انه حتى هذا المؤتمر كمال كان اسمح لي كمان لبواني بوضح الان بعد انه حتى المؤتمر اللي كان حجه دكتور برهان انه عدم شارك فيه انه شخص واحد، وطلع مو شخص واحد، شخصين طلعوا، رجلي اعمال، رجلا اعمال عملي، هو قال على سرين. هو قال برهان غليول على اكثر من شخص، انه لا هو لو اعتمدت على اكثر من شخص هو اكثر، هم مش شخص واحد. يعني هو ليس فقط شخص واحد اللي رعى مؤتمر انطاليا، هو المستثمر او رجل اعمال، يعني بنعرف اسمه كلنا ما بعرف، ورجل اخر بالتالي مش رجل واحد. يعني حتى هاي المعلومه بدها تاكد، يعني كان المفروض يكون اكثر دقه دكتور برهان. مع طبعا احترامنا الشديد لدكتور برهان، تفضل المسؤول عن المقاطعه. بيقول بيقول حكم البابا ذكرني كلام الدكتور برهان غليون في معرض رده على مقالي الذي ذكرت فيه ان السبب الذي قاله لي بالحرف والنقطه والفاصله لرفضه المشاركة في أول مؤتمر عقد للمعارضة السورية في مدينة أنطاليا التركية هو وجود شخصين يمولهما الأمريكان، وذكرهما حينها بالاسم، وهما أنس العبدة ورضوان زيادة، بأن النظام ومؤسساته الإعلامية يستفيدون من نشر الغسيل الوسخ للمعارضة السورية، وأن ضرب المعارضة السورية يؤدي في النهاية إلى تكريس دعاية النظام بأنه لا يوجد إلا طرفان في الصراع السوري هما النظام وداعش. ذكرني هذا التبرير الذي استخدمه بذرائع النظام الذي كان يقول كلما واجه نقدا بأننا في معركة مصيرية مع الصهيونية والإمبريالية والرجعية، وأن مثل هذا الكلام سيساعد أعداء سوريا، وهي تهمة التي كنت أسمعها في كل فرع أمني استدعيت إليه عقب كل مقال من مقالاتي. بالضبط. وأيضا لوهلة شعرت وأنا أقرأ الستاتوس الذي كتبه أنني أمام ضابط الأمن الذي طالما ذكرني بأن هناك عقوبة على تهمة اسمها وهن نفسية الأمة. يعني هلأ بيقول لك أنه حكم البابا أنه برهان غليون الآن يستخدم ذريعة، بيقول لك أنه أنت بتقول أنه النظام رح يستغل التفتيك أو الإشهار بالمعارضة، بس أنت بنفس الوقت عم تستخدم ذرائع النظام بأنه كل ما واجهت نقد نقد لإلك أو للمعارضة عم تستخدم ذريعة النظام، وبتقول نحن قدام معركة مصيرية. وهو قاله هون برهان غليون بأنه نحن كمان قدام معركة مصيرية، بس هذا كمان لا ينفي ما قاله الدكتور برهان غليون لما قال أنه هناك عفوا هناك مرتزقة وهناك مرتشين وهناك حرامية إذا بدنا نقولها بالعامية، تمام، بس هذا ما بينفي أنه موجودين بكل القوى المعارضة وغير المعارضة، بس صحيح. هذا ما بينفي دم الشهداء والشرفاء اللي سقطوا التضحيات، وأنه نحن لازم نركز هون ما نركز على الشق الثاني. هلا هو شوف يبدو المسألة كالتالي، أنه عندنا كاتب وطبعا معروف أنه حكم بابا أيضا كاتب ساخر وله أعمال كوميدية عديدة، غير إضافة طبعا إلى كونه شاعر وله دواوين شعرية عديدة، يعني تصل إلى 8 دواوين شعرية. إلا أنه الفكرة أنا برأيي كالتالي نلخصها، شخص حاد اسمه حكم البابا، حاد جدا في قول الحقيقة، وحاد فيما يتعلق ب يعني شعبه السوري، وخصوصا الناس الأقل حظا والناس اللي جوا والناس اللي بيعانوا حقيقة والكادحين والمعانين حقيقة والصادقين من النظام. هو على فكرة في مقالات عديدة له، لا هو حاد بقول الحقيقة، نعم، بس السجال اللي دار بينه وبين انا انا بدي اقرا الثلاثه. طيب راح نقرا الثلاثه، كمال دكتور كمال لبواني، دكتور برهان غليون، طيب. والكاتب والشاعر حكم البابا. واحد حاد، واحد كثير يعني بحاول يكون دبلوماسي جدا، اللي هو برهان غليون، اللي هو دكتور برهان خريج السوربون واللي حاصل على دكتوراه بالعلوم السياسيه والاخر. دكتور كمال لبواني، دكتور كمال لبواني يبدو انه لقى في هذا السجال مطرح يدخل منه لتبيين وجهة نظر معينة حول رجال معارضين معينين. ما بتعتقد أنه أخذ طرف؟ هو أخذ موقف واضح طبعا مع حكم البابا بشكل واضح، ورغم أنه حكم البابا حتى كمال البواني ما بجامله، يعني هو لا يجامل أحد. وفي مقال له عن زيارة، أنا ما بعتبره أنه يشكر إذا يعني
إذا ما خلى حدا مثل ما بدك تقول ما خلى حدا من شره ما خلى حدا من شره بس لكن لا يشكر طبعًا على هذا الشيء طبعًا يعني لا يشكر يعني أو لا لا يعني معنى إنه في 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 يعني أنا إذا بدك الآن في بعض المقالات الأخرى حضرت له إياها يعني أحيانًا فعلًا حدة تصل لمرحلة التجريح أو إنه فعلًا مش وقتها. هلا شوف لما حكوا لينين إنه في شاعر بذكر عيوب الثورة وقال لهم جيبوا لي اياه قال بس عن جد هاي العيوب موجوده حكوا له صراحه موجوده قال له انه فقال مش وقتها فقال انه الانظمه العاديه للثوره البلشفيه فهو فعلا ممكن احنا في بعض الاشكال النقد محدده انه هو يحاول يوصل للشخص اللي عنده اللي هو له عليه هاي الملاحظه مقصد حكم البابا في حالات معينه حساسه ربما افضل تكون داخليه بس برهان يعني ليست على البلاء وليست بالوسائل الاعلام وبالمواقع التواصل المدونات والى اخره بس برهان غليون كمان اعترف هو بيحكي انه في اخطاء بهي الجمله نعم. اعترف بهي الجمله ان هناك مرتشين وهناك مرتزقه وهناك بالضبط في القوى المعارضه وغير المعارضه لكن هذا لا يعني نفي القسم الاخر اللي هو دم الشرفاء والتضحيات اللي حكم البابا اكثر تطرفا انه مش بس هناك مرتشين انه هو بيحكي لك كل هذا الجسم المعارض هو جسم دخيل على الثوره الحقيقيه اللي سبقوا الناس فيها بشوارع دمشق وبالحميديه وبالحريقه وبدرعه منتصف اذار 2011 وانه كان حتى هو بيقول في المقال انه كان جالس مع احد اليساريين المعتقين عمره فوق 70 سنه قال له ما في الان اي ظروف ملائمه للثوره وما نجت الظروف وانا متاكد اني حموت قبل ما تنطلق أي ثورة في سوريا. هذا حكي المعارضين وحكي اليساريين والمثقفين بسوريا قبل اندلاع الثورة قبل اندلاع الثورة لكن بعد اندلاع الثورة أخذوا نوعا ما موقف آخر اليساريين بسوريا وكلنا بنعرفه نوعا ما يعني كانوا هادين ما كانوا على درجة ما يعني الأمنيات يعني ما كانوا على درجة الأمنيات بالضبط تمام بالضبط. إذا بنرجع أو إنه بعضهم عمل حسابات معينة ودور الأمور براسه أو ما كان فكر إنه هيك راح تصير قوة إقليمية بدها تخدم هون وتخدمها جابت جزء من المعارضة هون جزء من المعارضة هون جزء يعني منيح النقد طيب. الذاتي منيح الووات بمقال حكم البابا كانت نوعا ما فيها التباس كانت واو ملتبسة ما بين انه قال لك انه انا ما بدي فوت بسجال لا اريد ان ادخل في سجال شخصي مع برهان غليون لكن وما في لكن اتهموا بالشق الثاني اتهموا بانه انا دعني اعتبر انه لا يوجد شيء شخصي بالنسبه للشخصيه العامه طبعًا. وصف برهان غليون بالشخصيه العامه وخاصه اذا استغلت منصبها في تحقيق مكسب مالي ومعنوي وجنسي والى اخره يعني هو انا برايي اهم شغله استاذ هادي انه مش المأخذ الحقيقي على رد برهان غليون انه استخدم نفس اسلوب النظام حشرنا بين انه يا انا بضن النظام على هذا كلام دكتور كمال وانا اسمح لي وكمان محمد جميل خضر بمعنى طيب. انه انت يعني يا اما داعش يا اما بتتركونا نعارض بالطريقه اللي بنشوفها مناسبه يعني انتم عندكم ثنائيه الان داعش النظام احنا الحل الوحيد حتى نلغي هاي الثنائيه طيب. انتم الحل الوحيد بالتاكيد احنا الحل الحقيقي هو الحل المعارض الوطني الصادق غير المدجج بأيديولوجيا تكفيرية أو بأي أيديولوجيا مسبقة اللي أيديولوجيته هي الشعب ومعاناة الشعب وألام الشعب وشهداء الشعب وضحايا الشعب واللي تهجروا من الشعب واللي محبوسين والمعتقلين والمخطوفين والمخفيين وهاي المعاناة التي يمكن نضل نحكي شهر ما نخلص تفاصيلها وألامها بالتأكيد مش داعش خيارنا تماما كما هو النظام مش خيارنا طيب بس خيارنا معارضة تقبل النقد الذاتي وتقدم مصلحة الشعب السوري على أي مصلحة أخرى وعلى أي حسابات أخرى أي حسابات أخرى إقليمية أو مخابراتية أو تمويلية إلى آخره إلى آخره, طيب. برهان غليون بيقول لك هذا الحكي بمقاله أنه أنا نعم نقبل النقد الذاتي نقبل النقد للخيارات ونقبل النقد للقرارات يعني والمعارضة الآن في أشد الحاجة إلى هذا لتوجيه قراراتها ودعنا نقول بما أنها في موقع اتخاذ القرار عن الشعب السوري نوعا ما كممثل أمام دول العالم التي لها شأن في الأزمة السورية هي شو عملت عشان تحاول تتفاوض على باسم الشعب السوري راحت على جنيف مش هيك راحت على جنيف دعنا نقول ذهبت إلى جنيف هل في خيار آخر
هل لديك خيار آخر؟ في خيار آخر ممكن ينطرح بهذا بيقول الموضوع؟ بيقول حكم البابا إنه بعد رد برهان غليون امبارح متصل فيه بالليل قيل له أنتم إيش الخطة بيان؟ إيش الخطة باء عندكم؟ معنى إنه إذا فشلت جنيف جاوب على سؤالي إيه قال له؟ وطبعا يبدو إنه سقط الجواب، يعني ما في جواب، أنا شخصيا ما قرأت جواب، إما إنه هو نسي يضع الجواب حكم أو إنه ما في جواب، بس هو بيقول إنه أي شيء يعني أي حلم ممكن تحلموه إنه يقبلوا التفاوض حول بقاء بشار أو عدمه، بشار الجعفري ووليد المعلم وغيرهم. ووليد المعلم قبل الذهاب المفاوضات بأسبوع حط الشروط التفاوض، حط الخطوط الحمراء، أي تفاوض مع نظام. حتى كاتب كان بعثي يوم أيام حسين العودات راتب التقاعدي بيضطر قبل مفاته انه يطرح على الملأ انه هو عنده مشكله براتب التقاعد، بيحقدوا على واحد رجل مريض وكبير بالعمر وبحرموه من راتب التقاعدي، يوقفوا عن راتب التقاعدي اتحاد الادباء وكتاب العرب وهم بتفاوضوا بجنيف. اذا هالقد هذا النظام حاقد واذا هالقد هذا النظام عدواني، فهل يمكن انك تاخذ منه اي شيء بجنيف؟ خصوصا موضوع النظام هو بقاء. إذا بدنا نروح على الناحية الأخرى، أنا قلت لك أنه الواوات ملتبسة، كان واضح من خلال كتابته لحكم البابا. الجمع دائما الواو بتكون بين المعطوف والمعطوف عليه فيها مشاعر. فقال لك أنه أنا رجل لا أريد أن أدخل في سجال شخصي مع برهان غليون، لكنه دخل واتهمه بالشق الثاني. تمام، اتهمه وحول السجال لشخصي. رد عليه برهان غليون أنه أنا لا نريد تحويل هذا السجال إلى سجال شخصي واتهام والتفتيك بالمعارضة، لكن لو التفت قليلا الحدة اللي كانت البابا بحق دكتور برهان كانت في المرة في الرد الثاني، كانت في الرد الثاني، بمعنى أنه بالبداية ابن قال أول اللي هو اللي أنا برهان غليون ومعارضة المقدسة، هذا اللي فيه حدة، واللي حكى فيه أنه قبل أنه يجدد له 3 شهور من بسبب اقتراح دولة، هذه حدة بس أنه كمان أخذ طرف في هذا الأول، ما كان الأول هنا هل هناك ما في أي شيء ضد هنا، فقط هو استشهد برهان غليون، بالعكس هو كان كأنه نصالح برهان غليون، أنه برهان رفض المشاركة في المؤتمر الأول لأنه في وجود شخصيتين ممولات من المخابرات الأمريكية ومركز الدراسات وحكى أسمعهم على حسب قوله، واتهم برهان غليون بأنه ذو لسانين لسان برضو هذا بالثاني كله هاي حدة طبعا هذه حدة واتخاذ لموقف، يعني نحن هون بدنا نفتش كل شيء على وننشر كل الورق الموجود طبعًا. تمام، بس أنا ملاحظة إنه خلينا التوالي الزمنية. طيب. هذا الحاد المقال الحاد أنا لست دفاعا عن حكم البابا، لا مش أنا دفاعا نحن هون بأسبيرين رح نناقش هذا الموضوع، رح ينضم لنا كمان بعد شوي دكتور كمال البواني بيرد الرد طبعا. بقصد إنه الحدة اللي صار فيها شوية بصراحة خرج عن الخط حكم البابا هي لما كتب برهان غليون رده على انه كيف انت بتخلي بتقول اللي ما لم اقول، هو قايل يبدو راح نناقش هذا الشيء كمان. راح ينضم لنا الدكتور المعارض كمان الدكتور كمال أبواني. دكتور كمال مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا فيك ببرنامج أسبيرين. كيفك دكتور؟ طبعا محمد جميل الخضر موجود معنا ببرنامج أسبيرين. رح مثل ما قلنا قبل شوي انه رح نكون وننشر كل شيء على الورق المكتوب، سواء بمقالك او بمقال برهان غليون او بمقال حكم البابا. لنستعرض مقالك. انت معي مخابرات مربوط دكتور كمال؟ نعم بسألك محمد جميل زميلنا انه معي مخابرات مربوط بيقول لك شفت قلت نحن وقت طلعنا من سوريا اللي طلعنا من سوريا اللي طلعوا المعارضين اللي طلعوا ما طلعوا إلا وقت أخذوا يعني أوكي طلعتهم من السفراء ومن الأشياء وأخذوا قبول باللجوء أو لسيادة سينة نزولوا إنه ما عنده غازات وتسهيلات معينة، يعني ما تبدأ إنه حدا كان من اللي انتسبوا للمجلس الوطني أو من الناس اللي طلعوا لبرا طلع هيك لحاله، يعني تسهيل خروجه كان تسهيلات كثير زياد. طيب هل هذا الشيء بمن فيهم حكم البابا دكتور كمال؟ بمن فيهم حكم البابا؟ لا حكم طلع قبل أسبوع. هل بشكل عندك نقطة تساؤل هذا الشيء؟ نقطة تساؤل احنا رخمناه كل واحد سأل. تفضل دكتور. حكم كان موظف بالعربية قبل، نعم، فهو موجود بإقامة بالدبي قبل الثورة من قبل الثورة كان. نحن اللي طلعنا من السجن لا معنى بسبورات ولا معنى شيء، طبعا ما كان ممكن نطلع بهذه الطريقة بدون تسهيلات من كذي،
فتجد مجلس الوطني تشكل كله من ناس مرضي عنهم من السفارات الدول الصديقة مثل وتمويله وطريقة تشكيله كان بتشترك فيها ثلاث دول هم فرنسا وتركيا وقطر. طيب برأيك كان طبعا المخابرات الأمريكية والبريطانية كله داخل على الخط. طيب. وهذا التركيب كان المقصود منه هو تشكيل هيئة مطوعة تقود الثورة بالطريقة التي يرضى عنها الغرب. وهذا النقطة أنا فهمانها تماما وعشتها، يعني أنا كنت واحد من الناس اللي حط اسمي بالمجلس الوطني فكنت في السجن وقالوا أعلنوا اسمي مشان ما أطلع طبعا وقالوا نحن عنا معارضين بالداخل، عنا معارضين بالداخل وعنا معارضين مجانين لا يأخذوا شرعية. طيب. فالقضية اللعبة واضحة. طيب انت ناس غرباء عن الثوره، غرباء عن البلد الى اخره، الدنيا اخذوا شرعيه فطعموا ببعض بعض الردود ساعدونا لحتى نطلع. عرفت شلون؟ طيب هي حقيقه، يعني انا بحكي على حالي ولا بحكي على غيري. هذا الشيء اللي تسبب بخروجك او بانشقاقك كما يقول بعض عن المعارضه، معارض منشق عن المعارضه. من اول اجتماع للمجلس الوطني اللي صار بكذا اللي صار بآداء بال 2012 أول اجتماع بحضره بعد ما طلعت من سوريا، أول اجتماع حتى المجلس الوطني، لأنه أدركت هذه الحقيقة مبكرا جدا وأدركت إنه القضية يلجي التلاعب فيها. يعني مثلا أنا طالع من سوريا وبعرف شو في سوريا، شايف الناس شايف حاليا سلاح ولا سوريا، طلعنا عم نحكي مع برهان شخصيا. طيب. وكانت قاعدة مرح البطاعي، كان قاعد ثاني بيت القاني كان مستشاري. نعم. قلنا له يا برهان يا صديقي العزيز يا دكتورنا الغالي، نحن سوريا في ثورة والعمل العسكري يجب تنظيمه وإلا بكرة. شو كان رده لبرهان غالي؟ بصير ميليشيات، قال أنا ما دخلني بيقود يفوت لجوه، أنا وزير خارجي، أنا وزير خارجي بدي سلاح ما بطلب ما بعترف بالثورة مسلحة، هي ثورة سلمية وأنا ما دخل، يعني هي اسمه هذه الحقيقة، يعني هي الحقيقة صارت معي أنا شخصيا. طيب. صرت معه للخمس سنوات وأنا أحاول أقنعه بالحسنة. طيب. إنه ما بيصير نترك الناس، ما بيصير نترك الناس بهذه الطريقة، ما بيصير. طيب. أنت بقطع إيدي وما بجيب سلاح. أنت بتقول بمقالك برهان غليون بيقول إنه إما نحن بشخوصنا الذين عرفتموهم طيلة خمس سنوات أو نظام وداعش، ليس لديكم أمل في تغيير الفاشل والحرامي والانتهازي والتافه وسارق حليب الأطفال وأدوية الجرحى ووكيل المخابرات الفرنسية والبريطانية والأمريكية والسويدية والألمانية، هدول أصدقاء سوريا، التي يوجد يعني لكل منها التي يوجد لكل منها وكلاؤها الذين يتقاسمون المقاعد. يعني حكيت الدول اللي المجلس الوطني، ما بعرف إذا هذا قصدك بالمقال، بس لكن هل برهان غليون حكى هذا الشيء أو كان هيك سياسته إنه يا بترضوا فينا يا بيكون الخيار بينه وبين داعش أو بين تنظيم الدولة بين النظام عفوا؟ ما عنده فكرة على إنه يجب إنه يحط آلية لاختيار تمثيل حقيقي للشعب السوري وقيادة حقيقية على الإطلاق. إذا خيارك دكتور كمان إنه يكون في تمثيل حقيقي في المعارضة السورية للشعب السوري، كيف يمكن أن يجري هذا التمثيل؟ بدك تحط آلية يا أخي، هذا الموضوع يمنى بصير اختيار حسب المحافظات أو اختيار حسب يعني بحط آلية ويضع الناس باختيار ممثلينهم بالطريقة المناسبة لكل بظرف كل محافظة وبظرف كل مجموعة. ما دعيته لهذا الشيء وقت الاجتماع؟ دعينا لوضع آلية، أنا أول من دعا لإعادة هيكلة المجلس الوطني بالنسبة للمعارضة المسلحة. دكتور كبار بالنسبة لسه ما اجتمع فيهم طبعا، كان لازم يتمثل المعارضة المسلحة وبشكل فعال وتنقاد وتقاد وتتكلم في هذه الرحلة من البداية من 2012. أنا حكيت من بداية 2012، أنا طلعت من السجن بعام 2011 بشهر 11، يعني بالشهر الأول من طلعت من السجن فقلت فيهم من جوا من سوريا، قلنا لهم يا جماعة لابد من انه تمثلوا في الداخل، لابد من انه تشكلوا عمل عسكري والاخير والاخير، كل هذا الحكي حكيت معهم اكثر على اجتماع كان عندهم اجتماع باسطنبول بالمين، المهم انا عضو امانه بالمجلس، المهم ما بدهم يشتغلوا هيك. ليش؟ لانه قال هذا بيخربطنا كل الشغل حتى رياض سيف وحتى كله، يعني انه نحن اللي اختارتنا الدول لحن دار البتلين مثل ما نحن وما لحن غير. وطلع يوم متى وليد بني قال نادي مغلق، يعني نادي مغلق يعني نحن عرفت كيف؟ ولا سنستمر نحن، ولاحظ كيف انه سالوا نفسهم للائتلاف
وانتقلوا نفسهم للهيئه وانتقلوا نفسهم يعني نفس الاشخاص 50 شخص مبشرين بالذمه هم بدهم يقودوا. وعجبكم عجبكم ما عجبكم ما عجبكم بيسووا معليش بيفشلوا معليش ما في ما في ما في ما في تداول ما في محاسبه طب ماشي طب معلش انا اسمح لي انا استاذ دكتور كمال سؤال مباشر صلد خط مستقيم هل يمكن اعتبار مداخلتك حول الرد والرد وحول السجل الاداره بين حكم البابا ودكتور برهان غليون هي بخششه ما لصالح حكم الذي لم يكن مجاملا حتى بحق حضرتك في مقال كتبه تحت عنوان المفاضله بين عدوين ايران ام اسرائيل؟ تفضل بإجابتي. ليش أنت عم يعني تقول بخششي؟ أولا حكم ما حكم شخص حر. نعم. حر وثوري بدمه يعني. صحيح. من قبل الثورة الثورية وأنا بعرفه من قبل الثورة وكان يكتب وكان ينتقد وحورب حكم من الناس الحديين جدا واللي صريحين جدا. أنا هذا اللي قلته. يعني أحيانا بيكون استفزازي بكلامه بس هذا ما بيزعل أبدا سياسي بالعكس. أنا بحترم هذا الرأي كان معي أو ضدي بحترم الناس طيب. اللي على حق حكم إنه الناس اللي حساسين جدا عنده حساسية عالية وبالتالي يدرك أحيانا أشياء ما بنشوفها نحن شايفين فبالتالي نحن يجب أن نستمع إلى هكذا أصوات ونتعامل باحترام ونصغي جيدا إليها وقضية بخششي لا تنزل القضية هيك لأنه برهان غليون صديقي من قبل حكم برهان غليون نحن عملنا له محاضرة بدمشق 2001 استجلنا 3 سنوات لأنه عملنا له محاضرة برهان غليون ما بيننا وبينه كبير كتبه كنا نقراه وكنا نستنى فيه كمفكر عربي لكن قبلنا في التطبيق العملي اللي عنده لماذا طيب لماذا الآن لماذا حكم البابا ولماذا الدكتور كمال لبواني الآن لماذا ليش مو من قبل 5 سنوات يا أخي حكم بابا عم ينتقد المعارضة وجاب مثال أمثلة كثيرة يعني أنت بتعرف السنة الأولى من المعارضة كان قائد برهان غليون في 2012 مظبوط كان هو القائد المطلق وكان بإيده صلاحيات وإمكانات هائلة للعمل ولم يعمل شيء اخترع نموذج للقيادة من الطائرة والفنادق عرفت كيف وبالتالي هو يكون مسؤولين مباشرة عن منع قيام قيادة حقيقية وإدارة حقيقية طيب. هذا حقيقة هذا تاريخ هو منيح مو منيح انا ما عم قيمه وانا عم اقول دوره للعبه في هذه المعارضه والسبب بسيط جدا ان الدول اللي حطوه واللي جابوه واللي عيطوا له واللي ان الدول اداروا القضيه بهذه الطريقه طب كنتوا مشي محفوظ كنتوا نعم. بتعرفوا هذا الشيء من الاول انه ليش ما حكيتوا عنه ليش ما حكينا من اول يوم انت بترجع على اليوتيوب بتشوف مداخلاتي طيب. ب 2012 لا أنا برهان اسمح لي. برهان غليون إذا سمحت لي برهان غليون بيقول لك هو مو دفاعا لكن خلينا الأخذ والعطاء لنشوف يعني برهان غليون بيقول أنه أي نعم هناك مرتزقة ومرتشين وحرامية وانتهازيين كمان بالقوى المعارضة وبغير قوى المعارضة تمام بس أنه كمان في التضحيات كمان في تضحيات الشرفاء الناس اللي ماتوا الناس اللي استشهدوا اللي اختفوا هدول لازم نطلع عليهم هدول الناس اللي لازم نطلع عليهم وانه مو وقته هلا نقعد ننشر غسيل يعني هيك بما معنى كم واحد استشهد بمجلس الوطني هو بيقصد المدنيين بسوريا المدنيين مش دخلهم بقيادة المعارضة يا أخي هو المشكلة اللي خايف فيها هو نعتبر إنه هو والشعب سوا لا يا أخي الناس شيء وأنتوا شيء أنتوا ناس عايشين برا طيب دكتور كمال إحنا يبدو الوقت دهمنا فقط أنا أرى أن قلم حكم البابا يشبه ريشة ناجل علي في تجربتين نضاليتين مختلفتين شكرا لك مستمعينا لهون نكون وصلنا لختام حلقة أسبرين فيكن تتابعونا أو تابعوا الحلقة على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك إلى اللقاء انتو عم تسمعوا راديو أورينت